يعطيك العافية جميعا. أنا عرض اليوم حيكون عن كانديدا أوريس. حنحكي شوي عن الكانديدا أوريس، حنحكي عن الأبدومنيولوجي تبعها، حنحكي عن المانجمنت تبعها، حنحكي عن الانفكشن بريفنشن استراتيجي فيها. حنبدأ في المقدمة للكانديدا أوريس. أغير الشاشة. Introduction. الكانديدا أوريس is an emergent fungal pathogen that is of great concern due to increased antifungal resistance, patient mortality from infection, prolonged skin colonization, environmental contamination, and introduction to the healthcare facility through patient sharing network. بالنسبة للكانديدا أوريس هو أحد الأمراض الفطرية الناشئة يلي بدأت تثير قلق كبير بالنسبة لزيادة مقاومة مضادات الفطريات، وبالنسبة لزيادة الوفيات بين المرضى من العدوى، وبالنسبة لأنها بتستعمر الجلد لفترة طويلة، وبالنسبة للتلوث الجلدي، وبالنسبة لأنها غزت المراكز الصحية بشكل كبير. بالنسبة للكانديدا أوريس كمان إنه أصبحت منتشرة بشكل كبير وايد سبريد في نيويورك ونيوجيرسي والإلينوي، causing hundreds of infection and patient death based on information from a limited number of patients. 30 ل 60% من الناس المصابين بهذا الفطر infected have died while other had other serious illness that also increased their risk of death. المرض هذا الفطر هذا كان أصبح منتشر بشكل كبير في نيويورك ونيوجيرسي وإلينوي، تسبب في مئات الإصابات والوفيات بناء على معلومات غير دقيقة أو محدودة، بالأصح 30 ل 60% من المصابين بالعدوى أصيبوا بأمراض أخرى وأخرى زادت من خطر الوفاة. على الصعيد الدولي الانترناشنال، الكانديدا أوريس has become the dominant fungal pathogen in many facilities في إسبانيا وكينيا و other regions. أصبحت الفطريات هذه هو الفطر السائد أو الفطر السائد في الكثير من الدول مثل كينيا وإسبانيا ومناطق أخرى. وطبعا الفطر هذا من الصعب انه respond to commonly used antifungal drug making infection difficult to treat. هذا الفطر صعب انه يستجيب للمضادات الفطرية وبالتالي صعب انه يتعالج. The healthcare facility for several countries have reported that the Candida auris has been causing several illness in hospitalized patients. يعني أكثر ناس بيأثر عليهم هذا الفطر هي الـ hospitalized patient، الناس اللي بيكون عندهم central venous catheter، والناس اللي بيكون عندهم lines with tube entering their body، والناس اللي بيكونوا previously received antibodies or antifungal medication for long time. They appear to be at high risk of infection with disease. تم التركيز على الكانديدا أوريس، كانديدا أوريس تم التركيز عليها عالميا. تصدرت معظم أكبر المجلات العالمية وأكبر المجلات الدولية في أمريكا بال 2019. تم التركيز عليها تحت عنوان كبير كان أيامها اسمه الفطريات المحصنة ضد الأدوية تكتسح العالم بهدوء، تكتسح العالم بهدوء. وأيضا في عنوان كان أنا مش ذاكراه هنا، ولكن كان العنوان الفنجس that no one want to talk about. حسب CDC الكانديدا أوريس إبدوميولوجي بال 2018 تم رصد 323 حالة. 90% من الأيزوليتد كانوا ريزيستنت لأت ليست 1 أنتي فانجل. 30% من الأيزوليتد كانوا ريزيستنت لتو أنتي فانجل. عرفتها على إنها as an emergent multi-drug resistant yeast. It can cause several infection and spread easily between hospitalized patient and nursing home resident. أول ما تم اكتشافها، تم اكتشافها بال 2009 بآسيا، وتحديدا تم اكتشافها باليابان ب 2009. ب 2011 تم رصد حالات أخرى في جنوب كوريا. بال 2013 تم رصد حالات بالهند. بال 2014 بدأت تغزو عالمنا العربي وتم رصد أولى الحالات بالكويت، وبعدين كينيا وأفريقيا. وبال 2015 تم رصدها بالباكستان وفنزويلا وبريطانيا وبدولة ما يسمى إسرائيل دولة الاحتلال.
الكانديدا اوريس از كونسيرند دراج ريزيستنت دراج ريزيستنت فانجس often multi-drug-resistant with some strains resistant to all three available classes of antifungals. بالعادة في هو ثلاثة classes antifungal والكانديدا أوريس بتكون resistant للثلاثة classes من antifungal حنمر عليها بعدين هي حتكون اسمها ban-resistant. Can causes outbreak في healthcare facility. Some common healthcare disinfectant are least effective at eliminating it. كمان ال disinfectant بالعادة ما بيأثر عليها. Can be carried on patient skin without causing infection, allowing spread to other. The Candida auris began spreading in the United States بال 2015. بال 2015 تم رصد أولى الحالات في أمريكا وعندنا زي ما هو موضح عندكم بالتقرير يمكن أنتم ملاحظين منه من 2015 ل 2018 في زيادة مش طبيعية بعدد الحالات تقريبا عدد الحالات الريبورتد كيسز انكريز 318% في 2018 لما نيجي بنقارنها مقارنة بعدد الحالات بال 2015 ل 2017 بالتالي الكانديدا أوريس بابليك هيلث threat لأنها highly drug resistant yeast causes invasive infection associated with highly mortality spread easily في healthcare setting و difficult to treat. عندي هاي الخريطة بتبين مدى انتشار الكانديدا أوريس بالعالم تقريبا الكانديدا أوريس غزت ما يقار ما أكثر من 30 دولة بالعالم اللي باللون الأخضر reported one cases من الكانديدا أوريس اللي باللون الأزرق تقريبا اللي هو أكثر من حالة واحدة من الكانديدا أوريس موجودة في هاي البلدان وحسب السي دي سي عندنا أكثر من 30 دولة في العالم تم رصد حالات من الكانديدا أوريس فيهم. مين الفئة اللي المعرضة للكانديدا أوريس بشكل أكثر؟ الناس المرضى أو أشد الناس مرض هم المعرضين للإصابة بالكانديدا أوريس. الناس اللي مثلا بيكون عندهم ثقب بالقصبة الهوائية، الناس اللي بالعادة بيعتمدوا أصلا على جهاز التنفس الصناعي، الناس اللي بيكونوا colonized أو other multi-drug resistant اللي بيكونوا recently received antibiotic أو antifungal وهي ما بتشكل تهديد للجنرال بابليك أو للهيلثي individual. هاي بإحدى الدراسات بتبين إنه الـ prevalence تبع الكانديدا أوريس بالـ nursing home units with ventilator beds والكانديدا أوريس بالـ regular nursing home وهي ملاحظ هنا إنه with ventilator 7.7% والـ regular nursing home 7%. هل إنها بتأثر علينا as a healthcare worker؟ بالعادة هي ما بتأثر على الـ healthy person، بالعادة الكانديدا أوريس doesn't typically causes infection في healthy people. Anyone ممكن colonize on the skin but doesn't happen very often for healthcare worker. غالبا ما بيتم استعمارها او ما بتكون colonized بيكون لاجل غير مسمى. بالمقام الاول بتكون colonized على السكن بعدين ممكن تصيب الجلد بعدين ممكن تصيب القرنيه ومكان ومناطق اخرى بالجسم بعدين هي بتضلها لمده المستمره لعده اشهر ونوت كيرنتلي نون ديكولونايزيشن استراتيجي لحتى الان ما فيش بروتوكول للديكولونايزيشن لها حتى بالسي دي سي حتى الان بالسي دي سي بمكتوب انه الديكولونايزيشن كله لسه اندر انفستيجيشن كل هاي الاسباب بتؤدي لانفيزيف انفكشن وترانسميشن تو اذر ترانسميشن ثرو اورجان ترانسبلانتيشن هاي حاله باحدى الحالات تم رصدها انه مريض تم زراعه رئه له والمريض بعد فتره اخذوا مزرعه منه ولقوا انه في عنده من الرئه ولقوا انه في عنده كانديدا اوريس مع انه ما فيش كلير ايفيدنس اوف انفيسيف كانديدا انفكشن وبعد بعد الانفستيجيشن والدياجنوزس تم اكتشاف انه الدونر اللي اعطاه هاي الرئه هاد كانديدا اوريس What causes antifungal resistance? إيش اللي بسبب الأنتيفانجر ريزيستنت؟ بشكل عام هي نفس المسببات اللي هي الأنتيبيوتيك ريزيستنت خلينا نحكي عنها شوي Some species of fungal are naturally resistant بالطبيعة هي ممكن تكون resistant للتريتمنت with certain type of antifungal drugs For example, fluconazole doesn't work against infection caused by fungus aspergillus a type الأسبرجيلس اللي هي عبارة عن type of mold Resistant can also develop over a time when the fungi are exposed to antifungal drugs. This resistance can occur
when antifungal drugs are used improperly to treat sick people. نفس القصة إنه لما نستخدمها بشكل مش صحيح لنعالج المرضى, when doses are too low or when even treatment courses are not long enough, or even when antifungal drugs used properly. Use of antifungals في الأجريكلتشر كمان إنه بيستخدموها في المزارع والمحاصيل لمعالجة الفطريات, وكل هذه الأسباب بتؤدي لزيادة مقاومة الفطريات في الإكسبوز in people exposed to these fungus. Some studies have indicated that antibiotics, which include antifungal drugs, may also contribute to antifungal resistance in Candida. This resistance could occur in variety of ways. For example, antibiotics can reduce the good and bad germ in the gut. وإحنا عرفنا أكثر من مرة إنه الأنتيبيوتيك بتأثر على الباد والجود جيرم في الجت, بالأساس بتأثر على النورمال فلورا, which great favorable condition for candida auris, for candida growth. إلا إنه حتى الآن مش معروف إنه لو إحنا قللنا من استخدام الأنتيبيوتيك هل ممكن نقلل من الإصابة بالكانديدا. هذا الإشي مش معروف حتى الآن. But appropriate use of antibiotic and antifungal drugs is one of the most important factors in fighting the drug resistant. هنحكي شوي عن management of the candida auris, وحكينا قبل شوي إنه هي إلها three classes of antifungal: the azole, the polynes, and the echinocandins. وطبعا سبب انه تم تسليط الضوء على هاي الكانديدا انه بسبب الريزيستنت العاليه اللي ظهرت فيها. زي ما انتم شايفين هنا الايزولز 87.6% ريزيستنت فيها, البولينيز 33.7, الايكينوكاندين 1.7, وفي منهم ومنهم بما نسبته 33% مالتي دراج ريزيستنت و2% بان ريزيستنت في 2019. البان ريزيستنت يعني انه الكانديدا بتكون مقاومه للثلاثه كلاسز من الانتي فانجل هذول, بعكس المالتي دراج ريزيستنت اللي هي المالتي دراج ريزيستنت حكينا انه المالتي دراج ريزيستنت لازم تكون ريزيستنت لون او اكثر من واحد في ثلاثه كلاسز. الريزيستنت اوف كانديدا اوريس بجنوب اسيا اختلفت شوي عن امريكا, انه الايزولز كان في الاول 87.6, هنا 93% نسبه الريزيستنت له, البولينيز 33.7, هنا 40%, الايكينوكاندين ريزيستنت 3% في جنوب اسيا, وفي امريكا كانت 1.7%. وبكل الاحوال في دراسات بلشت تقول الايكينوكاندين الريزيستنت له صارت تزيد بشكل دراماتيكي, مع انه الايكينوكاندين هو الفيرست لاين اوف تريتمنت حسب السي دي سي مانجمنت جايد لاين, اللي الايكينوكاندين ار الفيرست لاين تريتمنت, وبيطلبوا منا اعاده الكلتشر انتل دوكيومنت كلينرز فور انفيزيف سايت. البان ريزيستنت اللي هي all three classes هتكون resistant. The CDC confirm the ban resistant للكانديدا أوريس cases في نيو دلهي. The cases were unrelated. It developed resistant on echinocandine treatment. هي زي ما حكينا انه صار develop للresistant في الإكينوكاندين, اللي هو اصلا already بتكون اللي هي اصلا already بتكون مقاومة للفلوكينازول والانفوتيريسين بي. No transmission of it resistant seen. Pan resistant has also been reported from a few other countries. Good news or a new antifungal. إلا إنه بلش تطوير بعض الكلاسز من الأنتيفانجل هاي لتكون مناسبة أكثر ولا تتخطى الريزيستنت, زي الريزا فانجل والإبريكس فانجاي اللي هم من كلاسز الإيكينوكاندين. الاثنين من كلاسز الإيكينوكاندين, والأول بيعطيني لونج هالف لايف, والثاني صار أورال أفاليبل. بالنسبة للإنفكشن بريفنشن كنترول, وهذا بعينينا إحنا كإنفكشن كنترول, فبنرجع للأساسيات الأولية. الأساسيات الأولية اللي نحن نعرفها الهاند هايجين والبي بي إي إكويبمنت والإنفيرومنتال كلينينج وديس إنفكتنت. والهاند هايجين طبعا إن أنا ممكن أعمل هاند ديكونتامينيشن وذ ووتر أند صوب, أو ممكن أستخدم الكحول بيست هاند راب إذا الهاند آر فيزيبل كلين. هنا اللي هي الكحول هاند راب طبعا اللي هي الابلاي البرودكت وان هاند, الرب الهاند توجذر وكفر الهاند اول سيرفيس,
وانتل الهاند اند فنجر في الدراي والبريسز حتاخذ منها من 20 ل 30 ثانيه. دائما بتركيزنا بالكليننج للانفايرومنتال بنركز على الهاي تاتش سيرفيس اللي هي الريموت كنترول والفون والبيد والتشير والسينك والتواليت والبيد سايد والتيبل والكول لايت. الكونتاكت دائما نتعامل مع الحالات المصابه بالكانديدا اوريس نتعامل معها كونتاكت بريكوشن ار ريكومنايد فور بيشنت كولونايز اور انفكتد. الكونتاكت بريكوشن لازم نكون الجاون والجلوفز ماست بي وورن ان افري روم انتري. الانفايرومنتال كليننج والديس انفكشن بتصير دي سي بتطلب منا نتعامل مع حالات الكانديدا اوريس كاننا بنتعامل مع الكلستريديم ديفيشالس سبورز. Consider using across entire unit or facility if multiply resident screen positive for candida auris. من disinfectant اللي هي activity against هذا الفطر في الهوسبيتال وممكن نستخدمهم عندنا الصوديوم هايبركلورايت اللي هو الاكتيفيتي تبعه هاي، الهيدروجين بيروكسيدايل الفيبرز هي فيبرايزد هيدروجين بيروكسيد كمان الاكتيفيتي تبعه هاي، الاسيتيك اسيد والهيدروجين بيروكسيدايز اقل من 1% الاكتيفيتي تبعه هاي، الهيدروجين بيروكسيد كمان هاي. بالنسبه لايثايل الكحول والاسيتيك اسيد والالترا فايولت لايت كل التاثير تبعهم مودريت والامونيوم تاثيره لو. البريفنشن سبريد اوف كانديدا اوريس ممكن اعمل بريفنشن له عن طريق التايم لايدنتيفيكيشن اوف بيشنت وذ كانديدا اوريس اني اعرف الاشخاص المصابين البيشنت المصابين بالوقت المناسب. تايم بليسمنت اوف بيشنت ان بريكوشن على طول اطبق اجراءات البريكوشن عليه، اتعامل استخدم هاند هايجين، كوهارتنج بيشنت بوزيتيف فور كانديدا اوريس اللي هي ايزوليشن اعمل ايزوليشن مباشره للبيشنت، ليميتنج يوز اوف انفيزيف ديفايس وين بوسيبل through cleaning and disinfecting of rooms and medical device, dedicating equipment and staff للstaff areas patient with possible اني احدد الادوات والstaff خاصين بهذا المرض screening or contact promote antibiotic stewardship. عشان هيك الانفكشن كنترول امبورتنت في هاي الحاله لانه بضلوا الفطر هذا على stay on skin and other body parts for long time كمان بيعيش على السيرفيس for long time كمان can be spread to other. Conclusion: الامرجنسي اوف الكانديدا اوريس از ا ميجر كوزز اوف انفيزيف فانجل انفكشن in recent years have been dramatic as is evidenced by the increasing in the incidence of candida auris outbreak occurring on many countries on all inhabited continents. This fungus pathogen now represents a serious threat to healthcare. طبعا انه حكينا الحكي هذا كله انه الزياده المش طبيعيه الدراماتيكيه بالريزيستنت للكانديدا جعلت منها خطر للهيلث كير. As outbreak have mainly occurred in facilities catering mainly to elderly patients with debilitating comorbidity and are associated with high mortality rate, the outbreak have been difficult to control due to its false detection by routine diagnosis, rapid transmission and resistant to remove by environmental disinfection and procedure. من احدى التشالنج اللي بتواجه هذا الفطر كمان انه صعوبه تشخيصه وصعوبه انه difficult to control وصعوبه اني اعمل detection بالروتين diagnosis وكمان بيصير في mis identification مع other candida و other فطر other fungus وبعض المرات بيصير في mis identification with other bacteria. It's a new bug using all the tricks. Drug resistance make people sick and spread. Similar للكربابينينز resistant enterobacteriasis والفانكوميسين resistant enterobacteriasis والمارسا وother drug resistant bug. We are still learning about candida auris, but we also know how to control the spread of other similar germ. Many of the same principle can be applied to candida auris. What keep us up at the night? الكانديدا or sleeping ahead of other candida. شكرا لكم. يعطيك العافية أستاذة منيا. الله يعافيكي مس رناد. إيه ما شاء الله برضو العرض تبعك رائع ومميز، بس بدنا نركز على كذا نقطة. أول حاجة بدنا نسأل بعض إيش الفرق ما بين الإيميرجينج والري إيميرجينج ديزيزز؟
الإيمرجن ديزيزز هو ديزيز بيكون جديد، يعني بيكون جديد، تم اكتشافه جديد فهو ناشئ. تمام. الإيمرجنج فهو بيكون إشي أولد وصار إله إيمرجن، يعني مثلا لما نحكي عن تيوبر كولوزس كان قديم وصار إله مثلا إيمرجن، بس الكانديدا أورس ممتاز. already immersion، يعني هو جديد تم اكتشافه مثلا بال2000، قلنا بال2009. تمام. الـ emerging disease هي عبارة زي ما حكت الأستاذة مونيا إنه infections that have recently appeared، إنه ظهرت يعني جديد ما كانتش موجودة بالأول. بس الـ re-emerging إنه diseases كانت موجودة صار لها reappearance، تمام، بعد significant decline in the incidence، يعني كانت بطلت موجودة أو نسبة حدوثها قلت بعد هيك رجعت ظهرت. أهم إشي في البرزنتيشن تبع الأستاذة مونيا هو كيف إحنا ممكن نعمل prevention للكانديدا أوريس، زي ما ذكرت لنا مجموعة من النقاط، وأنا بتوقع إنه هذا أهم سؤال ممكن يجي على هذه البرزنتيشن. النقطة الثالثة برضو بدنا نفرق ما بين الـ MDR وبين الـ BAN resistant، ممكن يا أستاذة مونيا تعدي لنا الفرق بينهم؟ Yes. المالتي دراج ريزيستنت يمكن كلنا بنعرفها، المالتي دراج ريزيستنت اللي هو بيكون ريزيستنت ل 1 اور مور الدراج في الكلاسز، يعني مثلا انا عندي ان 3 كلاسز، عفوا، بيكون مثلا انا مثلا عندي البنسلين، سيفالوسبورين، كاربابينينز، لازم يكون واحد من كل مجموعه او اكثر ريزيستنت عشان اقول عنه مالتي دراج ريزيستنت. بالنسبه للبان ريزيستنت، البان ريزيستنت بيكون كل كلاسز، الثلاثه كلاسز في الانتي فانجر ريزيستنت، يعني ما فيش اما ما فيش تريتمنت عندي، فيش اوبشن، فيش اذر كلاسز. بالضبط. والنقطة الأخيرة أنا حابة يعني أنوه إلها، إنه كيف ممكن طرق الريزيستنت ميكانيزم اللي ممكن الكائن يكتسبها؟ مين ممكن يقدر يفيدنا في هذا الجزء؟ resistant mechanism of the organism. في الكونجوجيتد ترانسفورميشن والكوندكشن. معلش ما سمعتش. conjugated والtransformation والconducted، هذه ثلاثة هم. تمام. هو واحدة منهم هي عن طريق البلازميد ممكن ينتقل الريزيستنت، بس في ممكن عن طريق قصدك انت على البلازميد؟ صح، عن طريق البلازميد ممكن جين من الريزيستنت ينتقل مثلا من بكتيريا لبكتيريا تانية، او من خميرة لخميرة تانية، ممكن عن طريق رابد افلكس بامب، يعني مجرد ما يدخل المضاد الحيوي او المضاد الفطري يتم الخروج من الخليه مباشره، او قله ممكن على طريق صحيح والالترنيتنج. صح، ممتازين. والالترنيتنج وتغيير في السيل وول، او نغير مثلا التارجتس الموجوده، او عن طريق الانزيمز برضه، في انزيمز معينه. صحيح. والانزيم صحيح. عن طريق الـ drug inactivating enzymes. يبقى أهم الكتاليز وغيره. لا، الكتاليز هو واحد من البايوكيميكال تيست، هذا ملوش علاقة في الريزيستنت، هذا نوع من الـ identification steps for the bacteria. يبقى أهم النقاط اللي كانت موجودة في قصد عن بنسلينيز، واحد منهم بنسلينيز. صح كلامك. أهم النقاط الموجودة في برزنتيشن الأستاذة مونيا، الفرق ما بين الإيميرجينج والري إيميرجينج ديزيز، بدنا نعرف كمان إيش الفرق ما بين الأم دي آر وبين البان ريزيستنت، وأهم حاجة كانت هي كيف إحنا ممكن نعمل بريفنشن للكانديدا أوريس وريزيستنت ميكانيزمز أوف أنتيبيوتكس. خلينا نقول مين عنده أي سؤال حابب يسأل الأستاذة مونيا فيه؟